لهم وبدي اعزم الفريق الثاني يلي هن عصام نيكولا واندري يتفضلوا على البلاتو. عصام تفضل هون. And the beautiful couple, André ici and Nicolas là-bas. OK؟ انتوا كوبل مجوزين جايين عند الدكتور عصام، عندك مشكلة انه جوزك نيكولا بشنخر بالليل. يا الهي. اوكي؟ جايين تشكوا همكم، بدك تلاقي لهم حلول، بدكم تلاقوا حلول، انا بنصحكم بركي تطلقي معه، يعني عبولنا الخبرية، اطلعوا ما بعرف تحاش عليها، خليها تطلقوا تتجوزك، اخترقوا لنا شيء، ابهرونا بابداعكم، اطلعوا من حالكم، بدنا نرجع اولاد بلعبة ابجو هوز، بدنا نشوف الابداع تبعكم، اتنسيون 1 2 3 اكشن. انا دكتور زكير، اهلا وسهلا فيكم. فيكم تخبروني برا وجوات البيت وين ما نكون نايمين يا حكيم، جوزي بضلوا يشنخر، مش مزبوط هيك الوضع؟ ليك السيرن. طب ليش دغري انت ببلش تخبري للعالم؟ روق لنوصل عند الحكيم، صار دقيقتين قاعدين عنده. ثم من بعد الشخير شو بتعاني؟ عندك شيء ورم بشي مطرح؟ جارو. أيوة. جارو ابو فادي مع انه ختيار كبير بالعمر ما بيشنخر، بس هو بضل يشنخر. انا كيف بدي نام؟ انا وعلاقتنا كيف بتعرفي انه جارو مو بيشنخر حبيبي؟ انا ما فيني اسال اسئله سؤال. لا فضحت حالة، فضحت حالة. حبيبتي حبيبتي لحظة، شو جاري ما جاري؟ كيف عرفك أنت بجاري؟ شو عرفك بجاري أنه بشان خير؟ خربان بيوت أنت وياها، لدرجة أنه حسيتي بالجار أكثر ما بتحسي بشخير جوزي. دلع يا حكيم دلع، هو كثير بدلعني أبو فادي، وصراحة أنا ومرته على علاقة كمان. اوه بدلعك ابو فادي وانت ومرته؟ اوه شو هلا ابو فادي هيدا لعبه ابو فادي. ذكرى هيدي الشغله ذكرى بشعة عندي، انا مارق فيها بالطفوله هيدي، انت بتعرفي هذا الشيء، انت عم ترجع بتعيديه مع ابو فادي بالطفوله. شي مره سوا انت وصاحبك مارق على ابو فادي بالطفوله؟ رحتوا شي مره انت وصاحبتك الانتيم المدام تقول للمسيو ظاهرين سوا شي مره؟ زارونا هن مره بس انه لترجع على الموضوع صراحه انا انه تمام انا ولا قصدي شريف، وانا بس رفقه مع مرته لابو فادي وهي خبرتني كل شيء وصرنا ساعتها صحبه انا ابو فادي وهيك صرنا يعني كلنا رفقه. صرت تعرف ابو فادي ومرته اكثر مني. صرت بالصاد بدنا بالسين. سيفون انت لما تمسكيه وتشديه بضل ساعتين يطرطر. خليني ساكت على الموضوع. سوري بس شخيرك شخيرك شخيرك، لا نرجع على نفس الموضوع. شخيره شخيرك مع ريحه ولا بلا ريحه؟ بيزعجك شيء صراحه؟ مع ريحه وعلى صوت عالي. ايوه شيء بيلاعن النفس. وانا ما بقى في كمل هيك، انا عم بنهار. 100% حياتي ما بقى. ضليتي يومين انت وامك فلقتوني بشخيركم، ما فتحت تمي، اجت لي هالخرفانه من الضيعه. خص فيك يا استاذ، لانه عن جد مدامك عم بتعاني. بس صراحه انه مدام انا بقدر كثير ظروفك، شخيرك بيكون على الواطي. زبط واكلني هيدا ثمن الزواج اللي انبليت فيه معك. على شو عم بتشاغل صار لك ساعتين وانت لما تبلشي تاكلي بتاكلي الاكلات والبراد وبرات البراد. ما تزعلي حبيبتي ما تزعلي. ما فيلك ولا فيل ال فيل يعني ما تزعلي ما فهمت انا ايش عم تضحك علينا؟ هيدي برات قوانين اللعبة، غر ما تضحك. غريبة عن جد. غريبة قصتكم عن جد، يعني بس إنه بتصير مع كل الكوبليت، بس شو عنده مشكلة تانية غير الشخير؟ فرح ما بقى فيه. فرح ما بقى فيه، ما بقى فيه. اوكي. قلت لك بالأول مشي تنروح عند الحكيم. جيت عند الحكيم تخبريه عن ابو حبيب، انا شو بدي اقول له للحكيم؟ كيف بدي اعالج حالي؟ ابو فادي كيف بدك يعني اعالج له قصته؟ شو بدك اقطش له بالوقت الحاضر تتروح الشخير من عنده؟ شو بدك؟ من الاخر. وانت بس
ليل ورعد وبرد وريح. الدنيا مش التاية، الدنيا مشمسك كل الوقت، شخير شخير. أنا شو بعمل بهالحال يا دكتور؟ أنا جيت لعندك تساعدني يعني. ممكن تشيل عينك عنا وصلك من الأول خير. ممكن حط عينك. خلصنا بقى تخني. نحن نيكولا نحن أصحاب وأحباب. وأنا حكيم وأنتوا جايين تخبروني. أنا ما في، أنا ما بضرب عيني. لا أنا ما بضرب عيني، الله يخليك بليز. ضلك هو هلا هو وشايف وشهيد والعالم عم بيشوفه. انت صاير بتجرس جرسة بهدلة ممسحة. ولو ما منيح هيك، ولو ما منيح هيك، وين عشة العمر انا وياكي؟ ولو جاي جارسينا عند شقفة حكيم كله بيطلع شوية. لا 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 فكر شوي حكيم، فكر لحظة شوي لحظة شوي. انا لحد هون وبس يعني. جوزك بلا اخلاق واكيد عم يظهر عليكي، مش مع وحدة مع واحد. ياما 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 حذرتني الماما ياما تنتهي السبع مش منيح ومستقلك وشو بدك فيه؟ لا مصاري ولا شهادات ولا عائلة محترمة ولا ها ولا شيء. عشو عشو دخلك؟ عشو 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 أبجد هوز ياما ويلا والليل اجنو. نتوقف لحظة مع البريك ومنرجع مع الليلة جنون.